بالهنا والشيف. انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده، انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي، الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه، اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي، انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله، في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده، انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستر منير، في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. الريحه دي ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني، لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير، مستر منير، ايه حاجة مهمة، ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية برا. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب يا عيني. أرجوكي اتفضلي أرجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير، بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر، قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ Thank you.
كيفك؟ ايوه هو ده. ماشي وحياة امي اجيب اخرك. Welcome to Egypt. We will start 5 minutes only. You have coffee? Coffee, yes. Okay. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجة قبل ما نبدأ. دلوقتي الحمولة وزنها أكبر من طاقة استيعاب الباخرة، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل أي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخرة تغرق. اسمع منير. أي احنا مالنا؟ مش أول مرة تعمل الشغلانة ديت، وبعدين يا أخي فرق الوزن ماله مش كبير أوي للدرجة دي. ثم ما تنساش إن العملاء بتوعنا مالهم متعودين على إن مواعيدنا مظبوطة، مش عاوزين نخسر الميزة دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لأنه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، أوكي؟ شوف لي بس موضوع الملف، اخلص. حالا. أيوه. بلاش أيوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا، ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مين دول؟ ده الولا أشرف والبت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا! شيل إيدك يلا! الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها انه عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمينا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا يا خالتي مشكله طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من البت السماويه اللي عملنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراير. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني يا عم. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي، ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت هي امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ احنا مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا. انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت؟ منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا هعمل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟
انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ افهم إيه؟ غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ تصدق انك حيوان؟ اه يا حيوان. ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه تمام. السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي وعبايه يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جات النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. امرت الحلوه بقت تحمه، بقت تحمه وانها سحري. هي بتقول تحمه كده، تحس انها واكله تحمه. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبه. باي حبيبه بابا نيلي، امورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خشي في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى أسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي أخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا. غاية في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت، هي والبتاع اللي معاها دي. عايزه ستي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تس. ايوه الله. ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا، انت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما تقفليش، انا بقى تقفل عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي. فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلوك ده. ماشي. والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد. ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك.
الشيشة تمام والولعة تمام ولا ايه؟ يلا العروسة وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجة جاهزة هتسمعوا ألفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقة نفسي يا سو. Such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير؟ لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكرة أنا بجد اللي مش مصدقاكي، أنت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people، مش فارق معاكي خالص إن أبوكي متجوز البيئة اللي اسمها صباح دي. إزاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوصيش الجوازة يا نالي؟ سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي، فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثة يتجوزها وبعدين اشوف طريقة اخليه يطلقها. اي بس هتخلي ست البيئة دي هي وشريهين يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك 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 مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه بتحطوا اسف كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعه البلور، لا دي اس بتاعه الابوستروف اس، يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغرة وطيولين. على عينك يا أهرانة، على عينك يا أهرانة، حبات الليلة يا عيانة، على عينك يا أهرانة، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الأبيض والأحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا يا حارة ضلمة، يلا يا حارة ضلمة، احنا اللي نورنا، ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، الكبه جت هتسيح وعك في العكس تسوق. ارفع ايدك لو متضايق هتروح، الكبه جت هتسيح وعك في العكس تسوق. فرتكه فرتكه عالطبلة وعالسك ساكه، فرتكه فرتكه ضغطت ومعك تكتكه، فرتكه فرتكه راجعني عامل جرباكه، راجعني عامل جرباكه، غرقني في شبر الميه صحني بتطلع عليا، هدك هدك مساء الخير يا جماعه. مستر سليم. هاي. ازيك؟ هاي انكل سليم. يا نيلي يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها؟ خير في ايه؟ انت
في ايه يا انكر؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكر دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه، بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو ما حلوش. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا انكر؟ يعني اللي ده قصده ملح وسن. Whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي؟ كارثه كارثه. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قرايبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه، حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله، حضرتك بتتكلم بجد؟ لا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عريسنا مية مية. سكه حديد مصريه عريسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رص الفلوس، يا عم قول وانا اقول، يا عم رص الفلوس. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا كوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي معقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ نيلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده، حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك. حقها تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا. خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر. بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير قوي. دي لو هتعدي. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شبوره. واديني يا ابني السن والسنه. اهي جت يا جدع.